نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. سايس خوك شوفوا يا بشر شوفوا يا تونسيين ويا اولاد الحي الوطني، انا هذا كلام ما يدخل الى حتى مخيق. يعني كيف يا بشر تقول لي في قانون راح يدخل لتونس يعني يقول انه البشر لازم ساعه واحده في مقهى؟ هذا كلام ما عنده ولا معنى ولا شيء. كيف يا بشر؟ كيف انسان يعني جالس في مقهى انت تروح له وتقول له يا بشر قوم لانه انت تو فت الوقت يعني وكذا ولا شيء؟ هذا كلام ما عنده ولا معنى. والله يا محليك سي صافي السعيد، بالرسمي كل يوم سي صافي قاعد تكبر في عيني. بالرسمي انسان معناه بالرسمي فهمنا شنية الفوز هذي؟ قالك هبطوا قانون ولا شنية؟ ولا يستنوا باش الجماعة يصدقوا عليه؟ قالك لازمنا معناها ما نفوتوش الساعة في القهوة بهيش كي نضرب في ساعتين أنا في القهوة نحكي مع السيرفر ونقول له اللي هذي ما نحبهاش هذي نحبها بهيش شنية ساعة ونبدل من بعد كونسوماسيون جديدة. اي ودي بهيش قالك لازم كل ساعة العباد اللي قاعدين في قهوة يخلصوا الكونسوماسيون متاعهم ويعاودوا كونسوماسيون جديدة. صور انت مهبط واحد اكسبريس باش يقعد بيه اربع سوايع يجي سيرفر يقول له لازمك تخلص كل ساعة باش تهبط حاجة أخرى، هذاك اللي مزيه. أنا أريد أن أقول وأريد أن أتحدث في هذا الموضوع، أريد أن أتكلم. أنا يعني من عشاق الاكسبريس، أنا أشرب الإكسبريس في دقيقة من زمان وأقعد معها في الكونتوار، هي هنا وأنا هناك أشربها أتحدث معها في دقيقة ثم أذهب. لذلك أريد أن أقول كقيس السعيد، لماذا الإطالة؟ لماذا الإطالة؟ لماذا الإطالة؟ أشربها أو حطها في قبلي، حطها في قبلي واذهب وخذها معك. لماذا الإطالة؟ لماذا تمرجون العمال في المقام؟ يا سي قيس يا ودي سي قيس، ما تشوفش روحك انت معناها من عشاق الاكسبريس وتقعد معاها مره هنا ومره غادي، فهمتني؟ رانا ناس نعشقوا الاكسبريس كي تبدا قاعده، انا الاكسبريس ما نشيخ عليها كان كي تولي تشرب معناها بالمغرفه، فهمتني؟ واحد تولي عاقده، فهمت؟ انا ما نشوف الاكسبريس تولي مزيانه ومحليها إلا ما تاخو الفورماسيون تاع الملوخية هذيك، هي مال شنية إن الإكسبريس ناخوها من الأخر برامور نحبها تولي عاقدة. رسمي سي قيس مش هكا سي صافي؟ أنا والله يا بشر يا سمنتا أنا من عشاق الإكسبريس. أنا لما كنت في سوريا أنا الإكسبريس يعني كنت أخذها يعني لا في قبلي ولا في كأس ولا في كذا، كنت أخذها في صحفة يعني ومن المستحسن تكون عاقدة. يكاو معناها الأمور منظمة. يعني اسمعني اسمعني، أحلى قرار قالوا لازم كل ما واحد ياخو حاجة يشربها في قهوة كل ساعة لازم يبدل حاجة أخرى ولازم يخلص هذيك، هكا اللي مازال. والله قاعد نخمم نحل كافيتيريا. تبالي لحظة سي حمادي، أنت ديما كل ما تلقى برنامج باهي تصدم عليه وتقول يا ودي شو مدخلك أنت؟ قال له ناخذ ونعمل كافيتيريا. يا ودي خلينا نلقوا حل. يا ودي لا فما لا حل لا شيء، هكا البرنامج لازم يطبق القانون، اللي يقعد ساعة في قهوة يخلص الكونسوماسيون بتاعه من بعد يخرج. معناه واحد يهبط اكسبريس في قهوة ومن بعد ترسيله وماخذ واحد أخرى مارشي نوار من بلا سكره. سايس خوك.